الدليل الثالث وهو أمر وجداني لكل واحد منا، هو أنه ثبت بحسب الأبحاث الطبيعية وبحسب الأدلة العقلية الفلسفية أن عالم المادة عالم تحكمه الحركة، والمراد من الحركة يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وبعبارة أخرى أن عالم المادة عالم يوجد فيه تغير وتكامل وحركة، وهذا أمر واضح للوجدان فضلا عن إقامة الدليل العلمي أو البرهان العقلي عليه. فلهذا أنت تجد هذا العالم لا يوجد فيه شيء إلا ويمكنه أن يكون شيئا، أي شيء يمكن أن يكون أي شيء بلا استثناء، وهذه قاعدة عامة تحكم عالم المادة. هذا الكتاب يمكن أن يكون إنسانا أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، هل يمكن أن يكون إنسانا؟ وهو أن هذا الكتاب يكون ترابا ثم بعد أن يكون ترابا يكون جزءا من ثمرة، وتلك الثمرة يأكلها إنسان فتكون نطفة ثم تكون في رحم امرأة فيكون إنسانا. العصا يمكن أن تكون حية تسعى أو لا يمكن؟ يمكن، المحفوظ ما في أن العصا تكون حية تسعى، تلقي ما في يمين لي يا موسى نتيجة الصيف ليك الحية تلقف ما يأتيك بلي هسه نفهم بأنه هذا معنى المعجز شنو، ويأتي بحثه إن شاء الله بأنه معنى المعجز ما هو، ولكنه بحسب نظام الحركة في هذا العالم العصا يمكن أن تكون حية تسعى أو لا يمكن؟ ممكن لو ممتنع أحسنتم، احنا نريد الإمكان، احنا ما ادعينا بأن الوقوع، ادعينا الإمكان. إذا عندما نقول معجز مو معنى الممتنع يصير ممكن، خلوا ذهنكم يمي، عندما نقول ذيك معجزة مو معناها أنها ممتنعة، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا جعلها ممكن. قلنا بالأمس أن القدرة المطلقة تتعلق بالممتنع أو لا تتعلق؟ لا تتعلق. إذا ممكن، نحن بحثنا الآن في الإمكان ليس بحثنا في الوقوع. نعم، قضية ومعجزة موسى وانقلاب العصا حية تسعى إنما صارت معجزة لأنه طرف المراحل في آن واحد، وإلا في نفسها ليست معجزة. يعني هذه العصا تكون ترابا، وبعد أن تكون ترابا تكون شيئا طعاما وغذاء لحية، ثم تكون بيضة، ثم تكون حية أخرى. معقول أو غير معقول؟ بل أساسا الحياة يوميا يقع في هذا الشيء، يوميا الحياة يقع فيها، يتحول الميت إلى حي والحي إلى ماذا؟ إلى ميت. هذا التراب يتحول إلى حي، وهذا البدن الحي يتحول إلى ماذا؟ إلى ميت. أحسن، هذا النظام تحول الأحياء إلى أموات والأموات إلى أحياء هو النظام العمومي الذي يحكم عالم المادة. إذن فلهذا هناك قانون عقلي عام في الفلسفة الإسلامية يقول ما من شيء إلا ويمكنه أن يكون أي شيء آخر. ولكن مع هذا الفصل، وهو أنه أليف يمكن أن يكون باء مع عشرة وسائط، وأليف يمكن أن يكون جيم مع ألف واسطة، المهم أنه يمكن أن يكون كل شيء أي شيء آخر. ولكن مر مع قلة الوسائط وأخرى ماذا؟ مع كثرة الوسائط. والمعجزة كما سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى بعد ذلك ليس هو قلب الممتنع ممكنا، وإنما تقليل هذه الوسائط أو حذف هذه الوسائط. هذا هناك بحث إن شاء الله في المعجز
وهو أنه هذه الوثائق توجد ولكنه لا توجد فواصل زمانية بينها، أو أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يرفع الوثائق. أيضا بحث عميق بين الفلاسفة الإسلاميين أنه هل يرفع الوثائق أو يجعلها تقع الوثائق جميعا في آن واحد، أي من الكلام تحت يأتي في المؤمن. إذن القانون العام الذي يحكم عالم المادة هو قانون التغير، هو قانون التكامل، هو قانون الحركة، يعني خروج الشيء من القوة إلى الـ